صعيب ماشي صعيب يعني انا من الممثلين اللي كان فخر اولا انني يعني مؤخرا شاركت بمسلسل الزموريه القلب مجروح للمخرجه جميل بورجي، ولكن في نفس الوقت انا من الممثلين اللي ما كيشتغلوش بزاف واللي ما كنكونش حاضره في البرمجه ديال الرمضانيه، يعني ملي كتدخلي الجديد انا عندي جديد ولكن في اطار يعني حتى كنساليو ملفات ديال كنظن ملف انا سنيت كونترا في عمل مغربي مسلسل ولكن كنتسنى الموافقه ديال الملفات. وهذا انا كنقول لا ما كنقول انا ما كنعرفش الاحتمال، بالعكس انا كنشجع كل زملائي اللي يعني محظوظين واللي كيشتغلوا طيله السنه أو انهم في رمضان كيكونوا حاضرين بقوه. انا كنقول بلي الانتاجات قليله اللي ما كتقدرش تحق لنا يعني المشاركه لكل الممثلين اللي كاينين في الساحه. لا ماشي الانتاج ما وصلش لواحد المستوى، انا كنقول هذا دائما وكنعاود نقولها بلي انه مادام الانتاج المغربي ما كيتسوقش ما كيتباعش ما كيجيبش مدخول، يعني صعيب باش نهضروا على انه على كثره الانتاج، لان دابا حاليا كنعتمدوا على انتاج مغربي تلفازي اللي هو مدعم من يعني من جهه واحده اللي هي يعني القناتين الاولى او الثانيه. نهار وليو المنتوج المغربي كيتباع للدول العربيه او افريقيه، ديك الساعه نقدروا نقولوا راه حنا عندنا صناعه وراه كاين انتاج اللي كما كيصرفوا عليه الدول الفلوس ايضا راه كيدخل فلوس. لذلك حنا الانتاجات قليله لانه ما يمكنش جهاز واحد انه يعني يخلق فرص ديال الشغل للجميع. وهذا ما كيعنيش بلي انا الاعمال ديالنا بالعكس ما كيعملنا قليله ولكن الحمد لله كاين مجموعه الاعمال اللي حققت واحد التجاوب كبير مع الجمهور، مجموعه الاعمال اللي تميزوا فيها مجموعه من الزملاء الممثلين تبارك الله عليهم، وحنا فخورين بما نحن عليه. ومع ذلك نامل انه تكون عندنا فرص شغل اللي نشتغلوا فيها كاملين ونشتغل فيها حتى انا يعني نحقق فيها ذاتي من خلالها. كاين مجموعه ديال الفنانين اللي تبارك الله عليهم عايشين من الفن، وكاين واحد العدد قليل بزاف اللي ظروفه يعني الاجتماعيه ولا الصحيه والماديه اللي هي ضعيفه او هزيله اللي ما كترقاش المستوى يعني ديال المسار ديالو في المجال الفني. اش غنقول لك انا حيت عندي فكره اخرى، انا كنامن باللي انه النجاح في المجال الفني هو قبل ما نلوموا اي واحد هو رهين بالفرض وبالايمان ديالو وبالايمان ديالو يعني التام في النجاح ديالو. انا مشكلتي انا يعني مساري متذبذب لانني انا ايماني بنفسي متذبذب، مره كتكون عندي الثقه خويا بنفسي، مره كنتزعزع وكنتراجع، مره ماشي اش كنقول لك انا رايي في الموضوع يعني يختلف على زملائي الممثلين كله وتجربته كله والمسار ديالو، ولكن ما يمكنش نعمو نقولوا بلي انا المجال الفني لا يغني ولا يسمن من جوع، لان عندنا تبارك الله مجموعه من الممثلين اللي ظروفهم الماديه مزيانه، مجموعه من المخرجين المنتجين الحمد لله. ماشي هو نفس الملاحظه على اللي قلنا قبل على الانتاج، ماشي بالشكل او بالكم او بالعدد اللي كيرضي الجميع، ولكن الحمد لله كاين شويه ديال الضوء في المجال ديالنا. نكونوا مسؤولين على ذواتنا وعلى انفسنا ونراجعوا راسنا، يعني كل ام كتربي ولدها او كل اب كيربي ولده شنو هي القيم اللي كيربي عليها ولده. ما نساوش بلي حنا جيل من الاباء اللي حنا موظفين، كنعرفوا ان والدينا ما كانوش موظفين، كانوا ناس عاديين عمال، وكاين الاغلبيه ديالهم اللي ما كانش عندهم تكوين دراسي، ولكن حنا جيل اللي حققنا واحد القفزه نوعيه ماديه اللي كتختلف على والدينا. ولكن شنو المشكل شنو وقع؟ ركزنا غير على انه توفير، زعما ولدي خصو يكون عنده البيت ديالو، خصو يكون عنده الفراش ديالو من كيتيا، خصو يكون عنده الطوموبيل، خصو هذا يعني اللي تدي المدرسه، ولكن ما ركزناش على الجانب التربيه اللي هي المهمه. كيفاش كنربي ولدي انا؟ كيفاش كنربي ولدي وكيفاش كنربي بنتي؟ واش انا كنربي ولدي على انه يحترم المراه سواء كانت اخته او لا كانت مراته او لا كنت بنت الجيران؟ واش انا كنعطي لولدي هذيك المساحه ديال انه يحترم اخته وباقي النساء ماشي مهم؟ انا ما عرفت، انا كنقول مازال محتاجين الاشواط واشواط من التركيز على ذواتنا وعلى تربيه وليداتنا وعلى تربيه من حولنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.